أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة، علشان الظروف اللي بتمر فيها بلدنا من انتشار الأوبئة وانتشار الفيروسات حوالينا في كل مكان، وعلشان انتوا قاعدين في بيوتكم بقالكم فترة كبيرة ومتنزلوش أي دروس، فقررت إن أحاول أساعدكم بقدر الإمكان في إعداد بعض الحاجات اللي بجالنا من المنهج. هسجل بعض الحلقات، فحاولوا تتابعوا معايا، ولو في عندكم أي أسئلة أو أي استفسار ممكن تبعتها لي على الفيس، ممكن تبعتها على الواتس، هكون في تواصل معاكم. وحاولوا بقدر الإمكان إن أنتم ما تضيعوش الوقت، وكل الوقت مش هنقضيه فيس ولا هنقضيه على الواتساب، لكن أنا هديكم الحصة وبعدين تذاكروها، وبعدين لو في أي تعليقات ممكن نتابع فيها مع بعضنا. أهلا بكم في الحلقة الثانية، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ في الباب الرابع. يلا حاول بقى تركز معايا كده شوية. الباب الرابع بيتكلم عن حاجة اسمها الكيمياء الكهربية. من عنوان الباب، يعني ايه كلمة كيمياء كهربية؟ قال لي ده عبارة عن ايه كيمياء كهربية؟ ده فرع من فروع الكيمياء اللي بيهتم بمدى التبادل ما بين الايه؟ التفاعلات الكيميائية وكمان الطاقة الكهربية. يبقى في تفاعل كيميائي بيحصل فيروح مطلع لك طاقة كهربية، وفي تيار كهربي بيعدي فيروح يعمل تفاعل كيميائي. فالباب مقسوم لجزئين، ما هو انا بقول تبادل، يبقى عبارة عن ايه؟ تحول المتبادل ما بين الطاقة الكيميائية وكمان الطاقة الكهربية. طب ازاي بيحصل الكلام ده؟ أكسدة واختزال، أكسدة واختزال. يبقى نقول تاني، يبقى في تفاعل كيميائي بيطلع تيار، وفي تيار يعدي يعمل تفاعل كيميائي. فالباب مقسوم لنصين، النص الأول اسمه الخلايا الجلفانية، والنص التاني اسمه الخلايا التحليلية، أو بنسميها الخلايا الإلكتروليتية. يوزن خلايا جلفانية وخلايا تحليلية. يعني ايه خلايا جلفانية؟ نظام يتم فيه تحويل الطاقة الكيميائية أو الحرارية المختزنة في المادة إلى طاقة ايه؟ كهربية. ازاي؟ عن طريق أكسدة واختزال تحصل بشكل تلقائي. طب يعني ايه خلايا تحليلية؟ ده نظام يتم فيه تحويل الطاقة الكهربية المستمدة من مصدر خارجي إلى طاقة كيميائية. ازاي؟ عن طريق أكسدة واختزال تحصل بشكل غير تلقائي. يبذن هنا تفاعل كيميائي يطلع تيار، لكن هنا تيار كهربي يعمل تفاعل، متفاعل متبادل اهو، تفاعل كيميائي يعمل تيار او تيار يعدي يعمل تفاعل كيميائي. احنا الباب ده قاسمينه لنصين. اول حاجه هنتكلم عن يعني ايه خلايا جلفانيه ويعني ايه خلايا تحليليه. هناخد تجربه بتبين لي يعني ايه اكسده واختزال، وهناخد تجربه بتبين يعني ايه اكسده واختزال. هناخد تركيب الخليه الجلفانيه وتركيب الخليه التحليليه. هناخد بعض الملاحظات وهنحل من خلالها مسائل على الخلايا الجلفانية والخلايا التحلية، وآخر حاجة تطبيقات. يعني ايه تطبيقات؟ يعني الخلايا الجلفانية بنستخدمها فين؟ طب والخلايا التحلية بنستخدمها فين؟ ده الباب اللي هنتكلم عن الجزئين دول. فالباب كده مقسوم قدامك لنصين، النص الأول عبارة عن خلايا جلفانية، والنص الثاني عبارة عن خلايا تحليلية. النص الأول ده نظام بيتم فيه تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية، والنص الثاني بحول الطاقة الكهربية إلى طاقة إيه؟ كيميائية. تعال كده معايا ونبدأ في النص الأول اللي هو سميناه الخلايا الجلفانية. يعني إيه كلمة خلايا جلفانية؟ قال لي خلايا جلفانية ده أنظمة بيتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية أو الحرارية إلى طاقة كهربية عن طريق أكسدة واختزال تحدث بشكل، خلي بالك، تلقائي. يعني كده كده التفاعل الكيميائي بيطلع تيار كهربي. طيب علشان نتكلم عن الخلايا الجلفانية لازم هناخد مع بعض تجربة بتوضح لي يعني كلمة أكسدة ويعني اختزال. بس خلي بالك قبل ما ناخد التجربة، أنا عايز أفكرك كده، كنا حاجة خدناها في الباب الأول زمان، الأكسدة والاختزال. مين فاكر يعني أكسدة؟ قال لي أكسدة يعني زيادة الشحنة، دي اسمها أكسدة. طب والاختزال؟ عبارة عن نقص الشحنة. يبقى زيادة الشحنة أكسدة ونقص الشحنة إيه؟ اختزال. دايما لما تلاقي العنصر فقد إلكترونات، يعني الإلكترونات بعد السهم، يبقى زي دي أكسدة. لو العنصر اكتسب الكترونات، يعني الكترونات قبل السهم، يبقى ده اختزال. يبقى عندك حاجتين بتعرف بيهم الاكسده والاختزال. رقم واحد، اذا كانت الكترونات بعد السهم يبقى ده فقد، اذا كانت الكترونات قبل السهم يبقى ده اكتسب،
يوزن ده اختزال، لو زادت الشحنة يبقى أكسدة، لو قلت الشحنة يبقى اختزال. في شوية ثوابت كده أنا عارف أنت فاكرهم بس بحاول أفكرك بيهم تاني. أي عنصر، أي جزيء، أي مركب بيساوي صفر ما لم يحمل شحنة. يعني لو قلت لك الصوديوم بصفر لوحده، كربونات الصوديوم لوحده بصفر. طب قلت لك مثلا Cr2O7 سالب 2، يبقى ده كله بتساويه بسالب 2، يبقى ده اول قانون. في شويه ثوابت اكيد حافظهم من الباب الاول او خدناهم في الاساسيات اول المنهج. الثوابت دي في حاجات بموجب واحد، في حاجات بسالب واحد، في حاجات بسالب 2. اشهر حاجه ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، هيدروجين، امونيوم، كل الحاجات دي بموجب واحد. طب كلور، بروم، فلور، يود، هيدروكسيد، نيترات، كل ده بسالب واحد. طب حاجات بسالب 2 زي الاكسجين، زي الكبريتات، زي الكربونات، كل الحاجات دي عباره عن ثوابت. طب انا يعني استخدم ده كله فين؟ يعني مثلا انا عطيت لك زد ان وعطيت لك زد ان اس او 4، يلا معايا كده عايز اعرف حصل اكسده اختزال. هتقول لي اه يا مستر زد ان ده بزيرو اتحول هنا، انا مش عارف ده، يبقى اقول زد ان اس او 4 سويته بالصفر، اس او 4 على بعضيها بسالب 2 زائد س بيساوي صفر، يبقى س بتساوي سالب 2. ايه ده؟ ده كانت زد ان صفر بقت زد ان موجب 2، حصلت ايه؟ زياده في الشحنه، يبقى العمليه هنا عمليه ايه؟ اكسده. اللي بيحصل له اكسده ده بعتبره عامل مختزل. برافو عليك. طيب تعالوا كده نشوف بقى، نرجع للتجربه اللي احنا كنا هنتكلم فيها. احنا كنا بنقول ايه؟ ان هناخد تجربه بتوضح يعني ايه كلمه اكسده واختزال. يبقى افكرك، احنا كده خدنا يعني ايه كلمه خلايا جلفانيه، وان انظمه بيتم فيها تحويل الطاقه الكيميائيه لطاقه كهربيه. 2 اتكلمنا عن يعني ايه اكسده واختزال. 3 هنتكلم عن التجربه بقى، هنعمل ايه في التجربه. التجربه سهله جدا، هنجيب حوض اهو قدامك. الحوض ده فيه كبريتات نحاس زرقاء، وكمان حطينا فيه ساق من الخرسين. يبقى ادي اكبرها لك شويه، يبقى الحوض هنا فيه كبريتات النحاس الزرقاء، وعندك كمان محطوط فيه ساق من الخرسين، وهنسيبه لفتره طويله، وبعد شويه هنرجع له. هلاقي حصل حاجتين، كبريتات النحاس الزرقاء بقت عديمه اللون اهي، وساق الخرسين حصل له ذوبان. كلمة ذوبان هتتكرر كتير في الباب ده، معناها أكسدة. وكبريتات النحاس عبارة عن أيونات النحاس وأيونات الكبريتات، وأيونات النحاس هتترسب، يبقى كده حصل ترسيب لأيونات النحاس، وكلمة ترسيب يعني عملية اختزال. يبقى إذن إيه اللي حصل؟ إن كبريتات النحاس الزرقاء اللون بتاعها اتغير لعديم اللون. المشاهدة الثانية ان ساق الخرصين داب، يبقى زي لو كان مثلا كان 4 جرام بقى 2 جرام، يبقى زي كتلته دابت اهو زي ما انت شايف الشكل عندك. طب ايه اللي حصل؟ اه ده زاد ان اتفاعل مع سيو سو 4، ده زاد ان حل محل السيو عطاني زاد ان سو 4 زائد سيو. تعال طبق معايا موضوع الاكسده والاختزال، الزاد ان زيرو والسيو موجب 2، وده الزاد ان موجب 2، وادي السيو زيرو. الزد ان كان صفر بقى موجب 2، حصل له زيادة، والسيو موجب 2 بقى زيرو، يبقى حصل له نقص. يبقى اذا حصل اكسدة لفلز الخرصين، وحصل اختزال لأيونات النحاس. يبقى اذا دي اسمها تجربة تبين الاكسدة واختزال. ممكن اقول لك ماذا يحدث في الحالات الاتية، وضع ساق من الخرصين في كبريتات النحاس الزرقاء لمدة طويلة. هتقول لي ايه اللي حصل؟ هتقول لي كده رقم 1 حدث ذوبان لفلز الخرصين، وحدث ايه تاني؟ كبريتات النحاس لونها اتغير. من هنا انا ممكن خلاص معاك، ممكن مثلا اقول لك الاكسدة والاختزال زي ما احنا شفناها بينت لي، او التجربة دي بينت لي يعني كلمة اكسدة واختزال. تعال نشوف مع بعض تركيب الخلية الجلفانية. احكي لك قصة كده مش عارف مدى صدقها ايه، بس يعني بيقولوا ان كان في عالم اسمه العالم لوجي جلفاني. الراجل ده اساسا بتاع احياء، وكان قاعد بيشرح في الضفدعة، يعني اعتبر ان دي ضفدعة، بعرفش ارسم قوي بس اعتبر ان دي ضفدعة، ومثبت رجلين الضفدعة الاربعة كده في مسامير، وبعدين او دبابيس، وهو بيشرح في الضفدعة.
راحت رجلين الضفدع بدأت ترتعش. فالموضوع ده السهوية كل ما يلمس دبوس الأرجل الضفدعة ترتعش. فطبعا احتار في القصة دي، كان ليه صاحبه اسمه العالم دانيال، وطبعا انت عارف الطيور على اشكالها تقع، علماء مصاحبين بعض، واحد بتاع احياء والتاني بتاع كيمياء، في مثل بيقول لك اختار الصديق قبل الطريق، او كمان قل لمن صديقك اقول لك من انت. المهم ان هم كانوا اصحاب مع بعض، فقاعدين مع بعض كده وبيتسهروا بالليل، بيقول له ده انا يا دانيال حصل معايا كذا كذا. فبيقول له بص يا جلفاني، انا ادخلك العلم من اوسع ابوابه. ازاي؟ قال له جسم الضفدعه مليان مواد كيميائيه، وانت حاطط فيه دبابيس، والمشرط اللي انت بتشرح بيه دي عباره عن اقطاب، فحصلت عمليه اكسده واختزال فطلع التيار الكهربي. طبعا جسم الضفدع مش هينور، امال حست ازاي بالتيار الكهربي؟ حست بالتيار الكهربي عن طريق ارتعاش رجليها. فراح سمى الخلايا دي، سماها خلايا ايه؟ برافو، خلايا جلفانيه. طبعا الراجل ليه ما كانش اناني ولا حاجه، كان ممكن يسميها الخلايا الدانياليه ويتعدى علينا، لكن الراجل كان اصيل، سماها باسم صاحبه اللي هو جلفاني اللي قال له عليها. طبعا الراجل مش هيطلع من المولد بلا حمص، ليه؟ لان هو اللي قال له الفكره، فعمل نموذج على قده كده سماه نموذج دانيال. فلما يجي لك في الامتحان يقول لك تكلم عن تركيب نموذج دانيال او تكلم عن تركيب الخليه الجلفانيه، هي هي. تعالوا بقى نشوف مع بعض النقطه الثالثه اللي هو تركيب الخليه الجلفانيه. مما تتركب الخليه الجلفانيه؟ تتركب من حوضين او دورين. الدور الاول عباره عن خرصين ذات ان مغموس في كبريتات خرصين. طب والدور الثاني؟ عباره عن نحاس مغموس في كبريتات النحاس، وبين الاثنين كده زي انبوبه مساميه على شكل حرف يو مقلوب، وبينهم اسلاك متوصله بالفولتميتر. في كتاب المدرسة رسم لك رسمة تاني، هي هي برضو بس بشكل تاني، عامل لك ادي القطب بتاع الخرصين، وادي عندك كبريتات الخرصين، وادي ده عبارة عن نحاس، وده كمان كبريتات النحاس، وبدل ما يعملك الانبوب المسامية عملها على هيئة حاجز مسامي، وعندك اسلاك، وعندك الفولتميتر بالشكل ده. ده التركيب بتاعنا. فالتركيب بتاعنا عبارة عن نصين للخلية او نصفي خلية بيتصل ما بينهم قنطرة ملحية، وعندك مجموعة من الأسلاك، وعندك كمان الفولتميتر. الشكل بتاعها ممكن تشوفه في الكتاب أو ممكن ترجع له في الكتاب زي كده. فالشكل ده بيوضح لك إزاي إن عندك قطبين، واحد من الخرصين مغموس في كبريتات الخرصين، والتاني من النحاس مغموس في كبريتات النحاس، وبينهم قنطرة ملحية، ودي عندك الأسلاك، ودي عندك الفولتميتر. ده الشكل بتاعنا تقريبا واضح بالنسبة لك، خلاص بالنسبة للشكل اللي قدامك. تعالوا كده نشرح التركيب واحدة واحدة. واحد، نصفي خلية. النص الأول عبارة عن ايه؟ ركز معايا كده علشان الأسئلة كلها مبنية عن ده، فهمت ولا لا؟ زد ان مغموس في كبريتات الخرصين اللي هو زد ان اس او 4. لو احنا حطينا الخرصين في كبريتات الخرصين، وارد ان يحصل حاجة من الاتنين، يا اما الخرصين يدوب، يا اما ايونات الخرصين اللي موجودة في المحلول تترسب. الاسرع هو اللي بيحصل. فانا لو حطيت الخرصين في كبريتات الخرصين هيحصل ذوبان للخرصين. اول ما تقول لي ذوبان تقول لي خلاص انا عرفت يا مستر ان دي حصل لها عملية اكسدة. لان كلمة اكسدة معناها ذوبان، يبقى كده حصل اكسدة لفلز الخرصين. طب لما الخرصين يتأكسد يتحول لإيه؟ لأيونات خرصين، ويفقد ولا يكتسب؟ برافو، يفقد الكترونات، وهو تكافؤ ثنائي يبقى يفقد 2 الكترون، فالخرصين اتحول لأيونات خرصين. طب أيونات الخرصين هتنزل فين؟ في المحلول، وأنا أساساً كان عندي أيونات خرصين، يبقى هنا حصل إيه؟ زيادة في أيونات الخرصين الموجبة اللي موجودة في المحلول. طب والإلكترونات تتراكم على السلك وتخلي السلك ده شحنته ايه؟ سالب. فاذا ده حصل عنده اكسده اسمه انود، او بنسميه مصعد. يجي لك سؤال علل ليه الانود او المصعد هو قطب سالب، هتقول كده في الخليه الجلفانيه لانه يحدث عنده عمليه اكسده بفقد الالكترونات وتتراكم الالكترونات السالبه على الصاق فتكسبه الشحنه السالبه. طيب ده حصل له اكسده، يبقى ليه جهد اسمه جهد اكسده، ده هتحفظه 76% فولت. طب وليه جهد تاني اسمه جهد اختزال؟ قلنا جهد الاختزال هو نفسه جهد الاكسده بس باشاره سالب، سالب 76% فولت. يعني اذا في النهايه ايه اللي حصل؟ ان الخرصين كتلته قلت،
وايونات الخرصين في المحلول كتلتها زادت. فانا لو عايز اعمل رسم بياني واقول الكتله بتاعت الانود واقول التركيز بتاع ايونات الخرصين التناسب عكسي، كل ما ده هيزيد ده معناه ان ساق الخرصين هيقل لغايه لما الخرصين يخلصوا، يبقى كده خلص الانود، يبقى ما فيش تفاعل اكسده واختزال. طب ده النص الاول. لو انت فهمت معايا النص الاول، تعال كده نشرح النص التاني. النص التاني عبارة عن ايه؟ قال لي النص التاني عبارة عن ساق من النحاس CO مغموس في كبريتات النحاس CO موجب 2 وSO4 سالب 2، CO موجب 2 وSO4 سالب 2. وارد ان يحصل حاجة من الاتنين، يا النحاس يدوب يا ايونات النحاس تترصع. الاسرع هو اللي يحصل، فهلاقي هنا في ترسيب لأيونات النحاس الموجبة اللي موجودة في المحلول، فأيونات النحاس الموجبة تروح هناك تخلي الساق شحنته موجب، وكلمة ترسيب يعني اختزال، وكلمة اختزال بتحصل عند حاجة اسمها المهبط أو بنسميها الكاسود. طب الأيونات دي موجبة فتخلي الساق شحنته إيه؟ موجب. يجي لك سؤال، علل ليه المهبط؟ ليه الكاسود في الخلايا الجلفانية قطب موجب؟ أو تحدث عنده عملية الاختزال باكتساب الكترونات وتتراكم ايونات النحاس الموجبه على الساق فتكسبه الشحنه الموجبه. يبقى انا فهمت ان ايونات النحاس الموجب هتاخد بعضيها وتروح عند الساق بتاع النحاس، هتلاقي مين مستنيها هناك؟ الالكترونات اللي جايه من الانود. ما هو اللي هيفقد الاول هيكتسبه الثاني، ما الاكسده والاختزال عمليتان متلازمتان في التفاعل الواحد، هيفقد الانود الكترونات هيكتسب ايونات النحاس ويتحول الى فلز نحاس. ركز معايا، ايونات النحاس اللي كانت في المحلول نقصت، طب والكتله بتاعت ساق النحاس زادت، يبقى التناسب عكسي ما بين الكتله بتاعت الكاسود وتركيز ايونات النحاس تناسب عكسي. طيب ده حصل له اختزال، يبقى ليه جهد اسمه جهد ايه؟ اختزال. جهد اختزاله هتحفظه ب 34%، يبقى اكيد جهد الاكسده بكام؟ سالب 34%. يبقى انت كده عرفت ان الساق الاول الخرصين داب والساق الثاني ايونات النحاس اترسبت، وكده حصلت اكسده لفلز الخرصين، وحصل اختزال لايونات النحاس، وحصلت عمليه الاكسده والاختزال. طب ما كده اللي يفكر معايا يقول لي يا مستر، طب ما كده ده حصل فيه زياده في ايونات الخرصين، وكده فيه نقص في ايونات النحاس، من هنا يبقى مفيش تيار كهرباء هيعدي. ليه؟ لان ده الانود هيقف والكاسود هيقف، تفاعلات الاكسده هتقف، تفاعلات الاختزال هيقف، يبقى مفيش تيار. فيعملوا ايه؟ يجيبوا رقم 3 حاجه اسمها القنطره الملحيه. ايه هي يا مستر القنطره الملحيه؟ القنطره الملحيه دي انبوبه مساميه على شكل حرف يو مقلوب، ممكن بيعملوها من الازاز وقطن كده ويملوه محلول الكتروليت، وليكن مثلا كبريتات البوتاسيوم، وليكن مثلا كبريتات الصوديوم، اي حاجه نترات البوتاسيوم، يعني فيها محلول الكتروليت، يعني ماده الكتروليتيه. القنطره وظيفتها ايه؟ قال لي القنطره بتعادل نصفي الخليه، بتعادل الانود والكاسود، بتعادل وضعي الاكسده والاختزال. لو ما فيش قنطره التيار هيقف، بتعمل على الاتصال غير المباشر لنصفي الخليه. طب هو انت لو انت فاكر هنا حصل زياده في ايونات الخرصين وهنا حصل نقص في ايونات النحاس، فالقنطره فيها موجب وفيها سالب، الموجب بتاع القنطره يروح يعوض النقص في الايونات الموجبه اللي حصلت عند الكاسود، والسالب بتاع القنطره يروح يتفاعل مع الزياده اللي حصلت في ايونات الخرصين. يبقى قاعده عامه عشان انت بتحل الاسئله، فتاخد الموجب بتاع القنطره وتوديه عند الكاسود علشان يعادل النقص اللي حصل هنا، وتاخد السالب بتاع القنطره وتوديه عند الانود علشان يتفاعل مع الزياده اللي حصلت عند الانود، وهنحل عليه سؤال برضه في المذكره بعد شويه. دي القنطره. طب لو مفيش قنطره مفيش تيار كهربي، يجي لك السؤال هو ممكن يقف التيار الكهربي في الخليه الجلفانيه؟ ايوه يا مستر، عندي ثلاث اجابات او ثلاث نقط. واحد، اذا ساق الخرصين داب يبقى عند استهلاك ساق الخرصين. اتنين، عندما تنضب ايونات النحاس، لما ايونات النحاس تخلص. تلاتة، عدم وجود قنطرة ملحية. تعال كده نشوف التفاعلات اللي بتحصل داخل الخلية الجلفانية. رقم واحد، زد ان
يتحول الى زد ان موجب 2 ويفقد الالكترونات. طب وسيو؟ موجب 2 و2 الكترونه يكتسب الكترونات. طب دي معادله الاكسده الانود، ودي معادله الاختزال الكاثود. يبقى اذا انا هيديك 2 مع الاثنين اتبقت زد ان زائد سيو موجب 2 يدينا زد ان موجب 2 زائد سيو 0. ايه ده؟ ده فعلا ده حصل له زياده في الشحنه وده حصل له نقص في الشحنه. يبقى اذا حصلت اكسده لفلز الخرصين وحصل اختزال لايونات النحاس. يبقى اذا تخلي بالك بقى، ممكن يجي لك سؤال يقول لك وضح التفاعلات الحديثه داخل الخلايا الجلفانيه. هقف لغايه الحته دي، هديك فاصل وبعدها نرجع تاني، ما تروحش بعيد هنا وهنا، يعني ايه اشرب شويه ميه وظبط نفسك كده، ودقيقتين تاني وتعالى لي. اهلا بكم طلبة الثانوية العامة. بعد الفاصل اخر حاجة وقفنا عندها تركيب الخلية الجلفانية. لو انتوا فاكرين معايا، ادي الخلية الجلفانية زي ما قدامك، فيها ساق من الخرصين مغموس في كبريتات الخرصين، وساق من النحاس مغموس في كبريتات النحاس، وكمان عندك القنطرة الملحية فيها محلول الكتروليتي كبريتات الصوديوم، وعندك مجموعة من الاسلاك بيمر فيها التيار، وعندك فولت ميتر بيقيس القوة الدافعة الكهربية أو بيقيس الـ EMF أو بيقيس جهد الخلية زي ما موضح قدامك. ممكن يجي لك سؤال يقول لك إيه اللي يحصل لو إحنا بدلنا المحلول بتاع كبريتات الصوديوم في القنطرة الملحية بمحلول كلوريد الباريوم في الخلية بتاع الدانيال. طبعا لو أنت فاكر معايا، كلوريد الباريوم هيتفاعل مع كبريتات النحاس ويقف التيار الكهربي علشان محلول كلوريد الباريوم هيتفاعل مع أيونات الكبريتات في نص الخلية ويترسب كبريتات الباريوم، فالكلام ده مش هيعمل تفاعل. تعال نكمل مع بعض التفاعلات اللي بتحصل والقوة الدافعة الكهربية للخلية. خدنا آخر حاجة التفاعلات الحادثة داخل خلية دانيال، وقلنا أول حاجة إن الخرصين حصلت له عملية أكسدة اتحول لأيونات خرصين، والنحاس حصلت له عملية اختزال وتحول إلى أيونات نحاس. هناخد حاجة اسمها الرمز الاصطلاحي. يعني ايه كلمة الرمز الاصطلاحي؟ قال الرمز الاصطلاحي دي مجموعة من الرموز البسيطة بتعبر عن تفاعل الأكسدة وتعبر عن تفاعل الاختزال الحادث في خلية جلفانية. يبقى تاني كده، ايه هو الرمز؟ الرمز الاصطلاحي. يبقى الرمز الاصطلاحي ايه تعريفه؟ هي عبارة عن مجموعة من الرموز البسيطة بتعبر عن تفاعلات الأكسدة وتفاعلات الاختزال الحادثة في الخلية الجلفانية. فأنا هجيب اللي حصل له أكسدة لوحده، واللي حصل له اختزال لوحده، وهنبدأ بصفر وهننقي بصفر. وده كان زيرو بقى موجب 2، وده كان موجب 2 بقى زيرو، ودايما اتجاه التيار من الأنود إلى الكاثود، ودايما الكلام ده ما يحصلش الا في وجود القنطره الملحيه. طبعا ده انود، يعني جهد الاكسده بتاعه كبير لانه حصل له اكسده، وده كاثود يبقى اذا جهد الاختزال بتاعه كبير، يبقى اكيد حصلت له عمليه اختزال. طب ما ده حصل له اكسده يعني ده عامل مختزل، وده حصل له اختزال يعني ده عامل مؤكسد. طب ما دام ده حصل له اكسده يبقى اكثر نشاط، وده يعتبر اقل نشاط، يبقى ده يحل محل العنصر الثاني وده يحل محله. كل البيانات دي انا عرفتها منين يا شباب وبنات؟ من الرمز الاصطلاحي. يبقى اذا نفتكر كده، ايه هو الرمز الاصطلاحي؟ مجموعه من الرموز البسيطه بتعبر عن تفاعل الاكسده وبتعبر عن تفاعل الاختزال، وكذلك اتجاه التيار الكهربي دايما هيكون من الانود الى الكاثود في الرمز الاصطلاحي. ممكن بقى هو مثلا يجيب لك يقول لك اكتب لي الرمز الاصطلاحي، ويجيب لك شوية حاجات كده. على سبيل المثال، لو انت معاك المذكرة بتاعة بنك الأسئلة، لو فتحت معايا مذكرة بنك الأسئلة، ولو فتحت معايا على صفحة 6 في مذكرة الباب الرابع في بنك الأسئلة، يقول لك أنا عندي خلية مكونة من عنصرين، واحد إكس والتاني واي، وبيقول لك إكس ده يعتبر عنصر أحادي التكافل،
وده واي ثنائي التكافؤ. وبيقول لك التيار بيمر من واي الى اكس. تعالوا نحلها مع بعض، وانا عايز اكتب الرمز للصلاح. انا هحلها لك كامله. انا عايز اكتب في الاول معادله الانود، يعني معادله الاكسده. الاكسده مين اللي حصل له اكسده؟ نعرفها منين؟ من اتجاه التيار. هو بيقول لك التيار بيعدي من واي الى اكس، ده معناه ان الواي هو الانود. يبقى واي موجب 2 فقد 2 الكترون. طب واكس موجب 1 زائد الكترون هيدينا اكس 0. دي معادله الانود ودي معادله الكاثود. طب تعالوا نجمع الاثنين ونعمل المعادله الكليه. خلي بالك انا عندي كذا حاله. اذا لقيت احادي واحادي مفيش وزن، ثنائي وثنائي مفيش وزن، ثلاثي وثلاثي مفيش وزن، احادي واحادي برضه قلنا مفيش وزن، احادي وثنائي يبقى الاحادي اتضرب في 2، احادي وثلاثي الاحادي اتضرب في 3، ثنائي وثلاثي الثنائي اتضرب في 3 والثلاثي اتضرب في 2. طب انت انا عندك احادي وعندك ثنائي، يبقى الاحادي هضرب المعادله كلها في 2، يبقى 2 راحت مع الاثنين، اتبقى عندك 2x موجب زائد y 0 هيدينا واي موجب 2 زائد 2 اكس 0. دي اسمها المعادله الكليه. عايز اعمل الرمز للصلاحي، هجيب اللي حصل له اكسده في الاول اللي هو واي شرطه واي، وبعدين اللي حصل له اختزال اكس شرطه اكس. ده هيبدا بصفر وده هينهي بصفر، وادي اتجاه التيار مش هينفع غير وجود القنطره. ده تكافؤ ثنائي وده تكافؤ احادي. قلنا لو حاجة أحادي وحاجة ثنائي يبقى الأحادي يتضرب في كام؟ في 2. من هنا عرفنا إن ده الأنود وده الكاثود، ده العامل المختزل وده العامل المؤكسد، ده الأكثر نشاط ده الأقل نشاط. كل دي بيانات أنا عرفتها من الرمز للصلاحي. خلي بالك لو أنت خدت الجزء الأول مع الجزء الأول يديك المتفاعلات، ولو خدت الجزء الثاني مع الجزء الثاني هيديك الإيه؟ النواتج. بكده يا شباب يبقى إحنا كده خلصنا إزاي نكتب المعادلة الكلية، وإزاي نكتب الرمز الاصطلاحي، وكمان إزاي نكتب معادلة الأنود والكاثود، وكل الحاجات دي خلاص اتعرفنا عليها في الحصة دي. آخر حتة أو آخر جزئية لنا في الحصة دي، إزاي أحسب القوة الدفعة الكهربية. الجهاز بتاعنا اللي هو الفولتميتر، أو بنسميه الجهاز اللي بيقيس الـ EMF، أو الجهاز اللي بيقيس جهد الخلية. في الأول أنا عايز أعرف إيه هو تعريف القوة الدفع الكهربية. قال لي هو جهد أكسدة الأنود زائد جهد اختزال الكاثود. طيب مين فاكر معايا مين الأنود؟ الخرصين. ومين الكاثود؟ النحاس. الأكسدة بتاع الخرصين 76%، واختزال النحاس 34%. طلعت عندي ب1.1 فولت اللي هي القوة الدفع الكهربية. قال لي في تعريف تاني، فرق الأكسدة يعني جهد الأكسدة بتاع الأنود ناقص جهد الأكسدة بتاع الكاثود، يعني هيساوي جهد أكسدة الأنود 76 ناقص ناقص 34 طلعت ب1.1 فولت، هي بس التعريف تاني. أو فرق جهدي الاختزال يعني جهد الاختزال بتاع الكاثود ناقص جهد الاختزال بتاع الأنود. طب جهد اختزال الكاثود 34، وده اختزال الانود سالب 76، يبقى طلع ب1.1 فولت. خلي بالك يبقى القوه الدفع الكهربيه لها ثلاث تعريفات، يا اما مجموع جهدي الاكسده والاختزال، يا اما فرق جهدي الاكسده، يا اما فرق جهدي الاختزال. في كلا الحالات طلعت معايا بالموجب. اذا اشاره القاف ده الكاف طلعت بالموجب، يبقى الخليه دي اسمها خليه جلفانيه. يعني ايه خليه جلفانيه؟ يعني تسمح بمرور التيار الكهربي، يعني اذا يصدر عنها تيار كهربي. يبقى القوه الدفع الكهربيه اللي طلعت من الخليه دي عباره عن 1.1 فولت. تعالى نتخيل كده ان انا احوش الفولتميتر واحط مكانه بطاريه بتدي جهد اكتر من 1.1، ايه اللي يحصل؟ الاقطاب دي هتنعكس. يعني ايه الاقطاب تنعكس؟ يعني الانود يبقى كاثود والكاثود يبقى انود. علشان كده بنسمي ان الخليه الجلفانيه خليه انعكاسيه. يجي لك السؤال، هو ليه الخليه الجلفانيه خليه انعكاسيه؟ او لان عند امدادها بجهد اكبر قليلا من جهد الخليه تنعكس الاقطاب، علشان كده اسمها خليه جلفانيه. هسالك سؤال تاني، القوة الدفع الكهربية اللي أراها الفولتميتر اللي هي 1.1 بتاعت مين؟ بتاع الخرصين ولا بتاع النحاس ولا بتاع الفرق؟ قال لي بتاع الفرق. طب ينفع
تقسم الرقم ده على 2 عشان تجيب الخرصين؟ لا يا مستر. ليه؟ لان 2 مش زي بعض. طب افرض انا عايز اعرف دي لوحديها واعرف دي لوحديها، ده الكلام بتاعنا بتاع الحصه اللي جايه اللي هنكمل فيه الحصه الثانيه في الباب الرابع. اتمنى ان انتوا تكونوا استوعبتوا الدرس الاول. روح ذاكر او روح ذاكر الاسئله وذاكر الشرح واسمع الفيديو مره واثنين وثلاثه، وبعديها حل الاسئله في بنك الاسئله. واتمنى ليكم ان شاء الله كده يعني حصص موفقه بتستمتعوا فيها وكمان فاهمين كل الحاجات اللي انا بقولها. في نهايه الحصه بتاع النهارده اتمنى انتم تكونوا استفدتم وقدرتم تركزوا معايا في الشرح بتاع الحصه بتاع النهارده، حتى لو كانت صعبه شويه، بس انا عارف قدراتكم طلاب ماكسول عندهم امكانيه ان هم يكونوا بيتابعوا معايا. الحاجه الاولى اسمع الفيديو اكتر من مره. الحاجه الثانيه حاول تتدرب على الاسئله في كشكول بنك الاسئله، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار خاص بالحصه ممكن تبعتها له واحاول اكون بتواصل معاكم. وان شاء الله كده اتمنى ليكم وقت كويس تكونوا بتذاكروا فيه وتحصلوا فيه كل الحاجات اللي هو عامل لكم ماكسو في الكيمياء. اتمنى ليكم وقت طيب.